كفايه تعالى بقى ناخد بقى راي الدين، عشان انا يا دكتور دمي محروق قوي يا دكتور، بس تعالى ناخد راي الدين. طيب ماشي، يلا هنشوف بينا. الدين هيقول ايه. معانا مداخله مع رجل الدين الشيخ رضا نصر الدين، كبير ائمه بوزاره الاوقاف. السلام عليكم يا مولانا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ازاي فندم. حضرتك؟ تمام يا فندم، والله الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله يا فندم. في ناس كتير يا مولانا بتختم بناتها وهم فاكرين ان الشرع بيأمرنا بكده، هل الشرع بيأمرنا بكده؟ بداية أنا برحب بحضرتك وبرحب أهلا وسهلا. يعني بتمنى لحضرتك التوفيق لكل ما يحبه الحق سبحانه وتعالى ويرضاه. وخصوصا حضرتك بتجيبي مشاكل فعلا بتخص الأسرة المسلمة في مصر بصفة خاصة وفي الوطن العربي والعالم كله بصفة عامة. حضرتك مشكلة الختان دي بتاعت شادية، أجهزة كلها الإعلام سواء كانت مرئية أو مسموعة، سواء كان صحف قومية أو مجلات دينية أو طبية كطبيبك الخاص، كلهم اتكلموا عنها. وأثبت الكثير من رجال العلم والطب أن الختان عادة سيئة وخطرها شديد على الفتاة ولها أضرار نفسية كثيرة. معايا يا فندم؟ أيوة طبعا، اتفضل يا مولانا. حضرتك السؤال بيتلخص في أربعة أمور. هل ختان البنات مثل ختان البنين في الحكم؟ طب وإن كان كذلك إيه الدليل؟ ختان البنات ليس كختان البنين في الحكم، فختان البنين سنة من السنة المؤكدة عند أكثر أهل الفقه. وختان البنات قيل هو مقرمة، ومعنى كلمة مقرمة يعني شيء مستحب، وقيل لا سنة ولا مقرمة. أنا عايز أسأل حضرتك سؤال بقى يا مولانا. اتفضل. أنا معرفش، أنا سمعت القصة دي وبتعلم زي يعني زي بعض مشاهدين، اكيد في ناس متعلمه احسن مننا وفاهمه. انا يعني هما طبعا انا اللي بتكلم فيه، بس انا اسال حضرتك سؤال انا سمعت، فهسال حضرتك برضو على سجيتي كده. انا سمعت ان كان في زمان ساعات بيحصل انهم كانوا بيضطروا يركبوا الخيل، فهي كانت ممكن تتضايق، كان ممكن يضايقها لانهم كانوا بيسافروا مسافات طويله فيضايقها ان هي تركب خيل، لكن ما سمعتش عن موضوع العفه ده يا مولانا. للاسف هم بيقولوا ان الختان للناس له علاقه بالعفه، لكن الصحيح كما أشار إلى هذا الكلام الدكتور أحمد علام الله يبارك فيه أن الختان ليس له علاقة بالعفة، ولكن عفة الفتاة تتعلق بتربية الفتاة وتعليم الفتاة الأخلاق اللي النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها. وكان الهدف من بعثته صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ختان البنات يا فندم لم يكن شائعا في مكة، ولو كان شائعا يا مولانا والله لنقل إلينا. النبي صلى الله عليه وسلم كان له بناء، ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ختن بناته وكذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا سمعنا الكلام ده خالص يا مولانا، صح؟ اما طبعا اما من يستشهد بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ام عطيه. ام عطيه هذا الحديث ضعفه علماء الحديث ولم يحتجوا به. وهذا الكلام موجود في كتاب اسمه نيل الاوطار وكتاب بذل المجهود في شرح سنه ابو داوود. انا بشكرك يا مولانا. اقول لحضرتك حاجه، اخر حاجه يعني. حضرتك شيخ الازهر النائب العام حماده الصاوي في يوم 22/2/2020 بعت له رساله قال له انا عايز اعرف حكم الختان ايه. فجمع شيخ الازهر احمد الطيب حفظه الله ورعاه وقرر مجمع البحوث الاسلاميه بالازهر بعد ان درسوا موضوع الختان من كافه جوانبه سواء كانت الفقهيه والطبيه زي الدكتور احمد علام كده. الجميع اتفق على الاتي: الختان لم يرد فيه امر شرعي صحيح وثابت لا من القرآن ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنه مجرد عادة انتشرت في العرف غير صحيح للدين. ده الرأي الرسمي للأزهر يا مولانا. نعم، وثبت ضررها. الله يسعدك يا مولانا. على صحة الفتيات. وفي النهاية جاله أمر جميل جدا حضرتك أنت قلتيه، خلي بالكم إن الأمر فيه عقوبة. هما قالوا ويكون اتباع العقاب على من يزوله أمر جائز شرعا. ده شيخ الازهر ومجمع الاعلى للشؤون الاسلاميه ودار الافتاء المصريه. طب يا مولانا بقى انا عايز اسال حضرتك على حاجه، راي الشرع في شاديه في زوجها خبت على زوجها ان هي عملت حاجه زي دي، هل دي تعتبر اصلا ايه؟ يعني دي بتسموها جريمه؟ بتسموها انه تعدي على 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 حد؟ انا ما اعرفش هي ايه حكمها في الدين. هو تعدت على اقول لحضرتك حاجه، هي تعتبر انها تعدت على حق من حقوقه. وبالتالي هي لو قالت له ايه اللي هيحصل؟ ما تندرجش تحت فعل الفاحشه في حد. الفاحشه؟ لا، هي فعلت هذا الفعل اعتقادا منها انه يعني عفه للفتاه وان الاب مش هيوافق. انا قصدي تحت مسمى ان هم بيقولوا عفه، دي مش عفه،
ده انت شعري فاحشه، ما هو جوزها هيضطر يسيبها يروح لواحده تانية. الله يسترها معاكي حضرتك، البرنامج بتاعي بيدور حول كلمه جميله جدا، هل له علاقه بالعفه؟ ليس له علاقه بالعفه. الله يسعدك، الله يسعدك. هل له اضرار جسديه؟ له اضرار جسديه، اذا يجب تحريمه. انا بشكرك ونورتنا يا مولانا، تسلم لي. انا عايز اشكره طبعا، عايز اشكر سياده الشيخ خضر، وعايز اشكر البرنامج اللي هو اللي اتاح له الفرصه ان احنا نسمع هذا الراي الجميل المستنير. يعني فعلا راي مستنير، راي عصري، راي بيتكلم. هو ده الصح اللي هو الشيخ خضر. طب هو جوزها بقى لو عرف هيطلقها؟